يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هل يشمل هذا النفل أم أنه خاص بالفرض فقط؟ هذا خاص بالفرض فقط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام النافلة من النهار، بدأ صيام النافلة في النهار، فالنافلة أوسع من الفرض. نعم.